روجينا خائفة من ابنتها مايا، فما بالك وهي مخرجة هتعمل فيا ايه؟ بعفوية معهودة لفتت روجينا الأنظار على الريد كاربت برفقة زوجها أشرف زكي بافتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة واللي بتحرص كل سنة أنها تكون متواجدة فيه. أنا بحب مهرجان الجونة وهو ليه حالة حب كده في قلبي كبيرة، لأن أنا كمان بحب السينما وبحب الجونة بشكل عام، وبحس أنه مهرجان مختلف ومهرجان ليه طلة مختلفة وبقى فيه اهتمام كبير قوي من كل الإعلام في الوطن العربي. واختارت روجينا للافتتاح فستان أسود طويل مع كيب مرصع باللولو الأسود مع هاي نيك، واعتمدت على الشعر المرفوع مع نود ميك اب. سعيد رمزي ستايلست، الفستان تيلي زهرة، المكياج منى اسماعيل، الشعر محمود جيوشي، جولري جلامور. أما لليوم الثاني فاختارت إطلالة مميزة، فشفناها بليس دريس مفتوح عند الصدر مع ربطة على الخصر. النهاردة نور فرحات، سعيد رمزي ستايلست، المكياج نهال خليل، الشعر إبراهيم محمد الصغير. النهاردة مايا سامو هاجرس نهال خليل مكياج، والشعر إبراهيم. بس يبدو أنه هالإطلالة لبكتها شوي لروجينا، لهيك حرصت ابنتها مايا اللي رافقتها على الريد كاربت أنها تساعدها بالفستان. دي ميني مي، دي مش عارفة مين أبو مين أم مين للأسف يعني. دي بنت عمري، دي وعمري كله، دي اللي تقلها يا عمري. إن شاء الله في يوم كده نيجي الفيلم بتاعنا. مايا خريجة معهد سينما، أتمنى. بتقولك لا مش هينفع، مش هتشغلني معاها. تقدري فيها في الصعبة؟ لا اشتغلت معاها وانا مساعده لطيفه جدا، بس غير كده انا خاف منها لو مخرجه، لانها كانت صعبه قوي وهي مساعده مخرج، فما بالك وهي مخرجه هتعمل فيا ايه؟ بس هالخوف ما بينطبق على اختيارها لادوارها الصعبه والمركبه، وخاصه لموسم رمضان 2022. بنت السلطان تألقتي في رمضان، شو النكست رمضان 22؟ هالشي مسؤوليه على عاتقك، خبرينا شو عم تحضري. شوفي انا هقول لك على حاجه، انا بدور على كل ما هو صعب وادبس نفسي فيه. السنه دي عندي ان شاء الله باذن الله شخصيه صعبه قوي قوي قوي، وشخصيه مهمه قوي قوي، وبروجكت انا بقول انه هياثر كتير قوي قوي في حياتي الفنيه. يا رب ربنا يوفقني فيه.